التحية متجددة متابعينا الكرام. انتهينا من أشواط أصحاب السمو والشيوخ، بدينا مع أشواط التأهيل لأبناء الغبايل. شوطنا السابع الذي تمت انطلاقه بعون من الله وتوفيق الخاصي لفئه ايضا الجعدان اموال للابكار. نعم هذا الشوط نسير على بركه الله ونتابع المقدمه والصداره الاولى اللي تاتينا على المقدمه. عيد الحميد بن سالم بالقبع المنصوري اللي ياتينا على الصداره وعلى المرتبه الاولى، بينما اعود بالانتقال مباشره الى المركز الثاني. شهد تاتي لعمر بن عبد الله بن مطر بن حاتم الاكتبي ياتينا ابو حياب على المرتبه الثانيه، بينما اما انتقل الى المركز الثالث واتابع القدوم والانطلاق من الشاهينيه لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي ياتي على المرتبه الثالثه، بينما المركز الرابع الدخول بدا من العنود لعبد الله بن محمد بن زعل الفلاسي، بينما المركز ايضا الرابع اللي بدا الدخول من الجانب الاخر واللي غيرت في هذه الانطلاقه من ايضا محضه لسلطان بن عبيد بن محمد الكعبي، بينما عود الى المرتبه الخامسه المركز الخامس اللي تاتينا في هذه اللحظه سرابه لسالم بن علي بن سالم السبوسي اللي احتل المرتبه الخامسه. هكذا هي النتيجة ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول إلى الانطلاق الأول في هذه اللحظات السيطرة كما تشاهدون. هم شهد على المقدمة الأولى عمر بن عبد الله بن مطر بن حاد الاكتبي، اما ايضا اللي مسيطره مع المركز الاول العنود لعبد الله بن محمد بن زعل الفلاسي، بينما من الجانب الاخر اللي قادمه في هذه اللحظه حكمه لمحمد بن سالم بن حاده الاكتبي الذي يتدخل في هذه اللحظه ويغير المسار مع حكمه اللي تتحكم مع مقدمه هذا الشوط. الله يا سلام المرتبه الثانيه اللي تاتي هناك في هذا الانطلاق من الجانب الاخر سرابه لسالم بن علي بن سالم السبوسي مع المرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه اللي قادمه في هذه اللحظات، اللي واصل ايضا ظن ناصر بن حمد بن خميس الهاشمي اللي يقدم لنا ظن مع المرتبه الثالثه والمركز الرابع. المركز الرابع الله 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 غيرت في هذه اللحظات انطلق الشاهينية لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، انطلق مع الصدارة وحكمة على المرتبة الثانية أيضا لمحمد بن سالم بن حادة الاكتبي، والمرتبة الثالثة اللي تأتينا في هذه اللحظة الجميلة. الله الله ظن ناصر بن حمد بن خميس الهاشمي مع المرتبة الثالثة، ولكن الجولة الأوامر جولة الأوامر النهائية مسيطر بن مصلح هنا مع المركز الاول مع الشاهينيه مع الشاهينيه، ولكن شعار بالطير اللي ياتي في هذه الانطلاقه الجميله يقدم لنا نسيم محمد بن عبد الله بالطير العامري. الله 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 شهد على المرتبه الثانيه لعمر بن عبد الله بن مطر الاكتبي، ولكن بعود الى نسيم مع المركز الاول محمد بن عبد الله بالطير العامري، ولكن القادمه في هذه اللحظه مع المرتبه الثانيه شهد ونسيم، نسيم وشهد، ولكن نسيم وهال الهير سلام سلام يا الهير، تهانينا لمحمد بن عبد الله بالطير العامري على هذا الفوز والانتصار اللي قدمته نسيم المركز الثاني. اتت في متابعين الكرام شهد لعمر بن عبد الله بن مطر الاكتبي، والمركز الثالث الشاهينية لسعيد بن حمد بن مصلح العبابي، والمركز الرابع والخامس نحيل ام الاعضاء لجنة خط النهاية. هكذا هي النتيجة، ونعود مع التوقيت الزمني 4:33 فتهانينا والناموس الى مالك نسيم محمد بن عبد الله بالطير.